الخبر اللي جاي مشاهدينا، وزير الري من الخرطوم: مفاوضات اليوم الأول لسد النهضة مرضية. أعرب الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري عن رضائه حول الأجواء التي سادت جلسات اليوم الأول لمفاوضات الجولة الرابعة حول سد النهضة الإثيوبي المنعقدة حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقي، مصر، السودان وإثيوبيا. وقال مغازي أنه تم عقد جلستين متتاليتين على مدى نحو 6 ساعات تم خلالهم تناول القضايا الخلافية والعالقة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي وسبل التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وأضاف أنه سيتم اليوم الثلاثاء استكمال الجلسات وعقد جلستين إضافيتين صباحية ومسائية يعقبهما صدور بيان ختامي حول نتائج هذه الجولة. أتمنى أن الموضوع يكون مرضي. دكتور مغاوري شحاتة، دكتور نور أحمد نور خبير المياه الدولي، أهلا بك. دكتور نور، احنا قلقانين جدا بقالنا فترة من موضوع المفاوضات، ودايما بنسمع ان في مفاوضات. حضرتك شايف انه هل هيبقى في نتائج متوقعة مرضية لهذه المفاوضات؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك قلت ان وزير الموارد المائية الدكتور حسام مغاوري قال انه راضي عن المباحثات. ما عندناش ايه اللي توصل اليه، وهو يبغي حلول ترضي جميع الاطراف. تمام. يهمنا هنا ان اثيوبيا هي تكون توافق على تلك المفاوضات، وايضا ان هذه الجلسات انا ارى انها ليست كافيه لتغطيه برنامج وجدول الاعمال التي وافقت عليه اثيوبيا. قضيه ان مصر تنازلت عن حقها الاول التي كانت تنادي به في رفض هذا السد من اساسه. من البدايه بالظبط. ثم تطور الموقف الى عدد من الطلبات تضمنتها جدول الاعمال الذي ارسل وافقت عليه اثيوبيا، وحصل في 4 نقاط رئيسيه هي وضع مصر في تطور وفي معلومات عن عمليه التشغيل بالنسبه لسد النهضه، هل يسمح بحصه مصر المائيه من عدمه؟ الثانيه هي استكمال الدراسات الفنيه التي اقرها التقرير النهائي للجنه الدوليه حول امان عامل امان السد. النقطة التوافقات بشأن ساعة التخزين للسد. النقطة الرابعة والأهم والأكثر هي سنوات ملء الخزان. هذه النقط الأربعة رئيسية مطلوب عليها الإجابة بالموافقة من عدم. تمام. ثم نأتي إلى النقطة بتاعت استكمال الدراسات الفنية للجنة الدولية حول أمان السد. هل ستوقف اثيوبيا بناء هذا السد لحين الوصول الى حلول نهائيه فنيه؟ هذه اسئله كلها مطروحه، عايزين لها اسئله حتى اجابه حتى نقول ان هذه المباحثات قد نجحت من عدم، علما بان هذه الجلسات امس واليوم ليست كافيه والاجابه على هذه الاسئله كلها. طب دكتور نور، هل ما ينفعش اننا نتكهن بهذه الاجابات او يعني بالمبشرات او البشائر الاوليه لهذه النتائج للاجتماعات؟ يعني احنا الموضوع ده قتل بحثا زي ما حضرتك تفضلت وقلت بدايه الموضوع لما مصر تهونت في حقها او قبلت ان يتم بناء السد من الاساس. بالضبط بالضبط. يعني طيب. يعني في تسريبات بتقول ان اثيوبيا وافقت على انخفاض او قصر طول السد من 145 متر الى 90 متر، ولم ارى مصدرا واحدا لهذه المعلومات. طب ده هيكون مفيد لمصر في ايه؟ يعني قصر او طول السد، احنا ده الاهم حصتنا في المياه يا دكتور. اهم حاجه حصتنا في المياه، واهم حاجه نعرف السد ده هيشتغل ازاي، واهم حاجه يكون عامل امان سليم، واهم حاجه السلعه التخزينيه بتاعته قد ايه، واهم حاجه هيخسر مننا في السنوات الملء كام مليار في السنه. يعني المعلومات الاوليه تقول ان السنه الاولى سوف تختزن المياه امام السد، ومن ثم سوف تنقص حصه مصر ب 12.5 مليار. مصر تطالب ان يكون هذا الملء عبر 6 سنوات عشان يبقى المقدار 2 مليار تستطيع مصر مواجهتها. هذه اسئله كلها تدور حول الناس الفنيين والذين يعرفون بعالم الامور. اما رجل الشارع لما يسمع يقول
ان هناك تفاوضات وهناك مقترحات وان اثيوبيا موافقه. طب ما هي النتيجه التي سوف تعلن اليوم؟ طب حضرتك مطمن يا دكتور بصراحه ولا لا؟ يعني مطمن ولا قلقان من النتيجه دي؟ انا حاسه ان هي كانها نتيجه ثانويه عامه واكتر كمان. انا صراحه مش مطمن ومش متفائل. وان كان التفاؤل هذا حذر لبعض الناس او المتخصصين، لكنني انا شخصيا غير متفائل. عشان الاسباب اللي حضرتك ذكرتها لنا في البدايه. مطلوب اجابه عن الاربع عناصر دي. الاول مع قبول بناء السد، يعني اذا وافقت مصر على قبول هذا السد فليجاوبوا عن الاربع اسئله دي. الجلسه الحاليه امبارح غير كافيه للاجابه على هذه الاسئله، وانا ارى انها سوف تعقد جلسه مباحثات خامسه وسادسه لاستيفاء والرد على هذه الاسئله. أنا بشكرك يا دكتور وبحييك على صراحتك، حتى لو كانت الصراحة دي قد تكون صادمة، ولكن احنا متوقعين زي ما حضرتك بتقول انه ممكن يكون الموضوع أكثر سوءا، وإننا أنا عن نفسي أخشى ما أخشى انه يعني ان هم بيجتمعوا واتفقوا على ألا يتفقوا، لأن الموضوع في البداية يعني مش سليم أو مش مبني على أساس سليم. دكتور نور أحمد نور خبير المياه الدولي، أنا بشكرك وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان الموضوع يعني ربنا يجيب العواقب سليمه ونطلع من الازمه دي على خير، لانه موضوع الميه ده دي اساس الحياه، فمش هينفع ابدا في تهاون.